مساء الخير عليكم، انا جاي النهارده عشان اجاوب على اسئله شائعه ناس كتير جدا بتسالها لي. يلا بينا نشوف. اول سؤال بتساله كتير قوي، الفضه بتاكل الذهب؟ اجابه السؤال ده مفيش حاجه اسمها فضه بتاكل الذهب اصلا. الفضه عايز تلبس مع الذهب، والذهب عايز تلبس مع الفضه، مفيش مشكله. في حاجه اسمها احتكاك، الناس فاكره ان الفضه لما بتتلبس مع الذهب الذهب بيقل وزنه، لكن الكلام ده غلط. الصح لما تلبس دبلتين، واحدة ذهب واحدة فضة عليها، يخبطوا في بعض كل شوية، فعشان كده احتكاك، بيحتكوا ببعض، فبعد المدة بيبتدوا يصنفروا ويخسوا وكلام فاضي، اللي هو مثلا 5 مللي 10 مللي، اللي هو أوزان بسيطة خالص. عشان كده ناس كتير جدا بتقعد تقول ان لا، ما تلبسش فضة وما تلبسش الذهب اتنين مع بعض، لكن الكلام ده زي ما قلت لكم خاطئ خالص. فهو ده اجابة اول سؤال، ان هي الفضة بتاكل الذهب، الفضة ولا ليها تأثير للذهب ولا الذهب ليه اي تأثير للفضة. ده كمان الذهب معدنه اكتر صلابة من معدن الفضة، معدن الذهب بيبقى ناشف اكتر من معدن الفضة، دي حاجة طبيعية اكيد انتم دارسينها. تاني سؤال بتسأله، الفضة المختومة واللي مش مختومة. اول حاجة مفيش حاجة اسمها فضة مختومة، اسمها فضة المدموغة، مفيش حاجة اسمها مختومة أصلا. الفضة مدموغة فعلا، في حاجات كتير جدا فضة مدموغة، وفي أيضا حاجات فضة مش مدموغة عادي خالص. زي إيه؟ زي الفضة المدموغة اللي هي الشغل اللي احنا بنستورده من بره، الشغل المصري اللي بتعمل منه كميات كتيرة. طيب ماشي، إيه الحاجات اللي هي مش مدموغة، ما بتبقاش مدموغة؟ اللي هي بتبقى كاستمايز، اللي هي الشغل الهاند ميد، اللي بتطلب الاوردر، الناس بيطلبوا مثلا اسم معين، مثلا اسم محمد احمد يتلبس في سلسله، حاجات زي كده. تمام، دي بتنفذ كل حاجه، بس ما بيبقاش مدموغ. ليه؟ عشان اول حاجه الفضه بتبقى قطع فضه، اللي هي الحل حته فضه صغيره كده، بعدها بتسيبك وتجلخ وتعمل حاجات يعني كده، مش لازم نخرج عن الموضوع يعني. المهم يعني انا قصدي عليه ان هو بيبقى قطعه فضه، حته فضه دي كده بتوصل لكوليه، فاهم قصدي؟ يعني قطعه فضه دي ما تبقاش مدموغه، توصل لكوليه منشور ومتصنفر ومعمول ومظبط كل حاجه وسلسله، فالكلام ده صعب ان هو يبقى مدموغ، صعب ان احنا ندموغه. عشان مصلحه الدمغه مش هيجوا يدمغوا لك كوليه واحد بس او سلسله واحده بس. مثلا مصلحه الدمغه دول بيدمغوا تقريبا 10 كيلو 20 كيلو 50 كيلو اوزان، مش قطعه واحده بس، سلسله واحده بس، اوردر واحد بس، اوردر هاند ميد واحد بس. فده عشان كده بيبقى صعب ان دول يدمغوا. دي حاجات الفضه اللي مش مدموغه. طيب ماشي كده، نكون جاوبنا على السؤال التاني اللي هي الفضه مختومه ولا مش مختومه. السؤال التالت اللي بسأله كتير، طلب بلاتين بيروح بسرعه. في طلب بلاتين بيروح في وقت سريع، وفي طلب بلاتين بيقعد. طيب ماشي، ده كل ده بيرجع لايه؟ اول حاجه بيرجع لها طريقه الاستعمال. اي حد بيجيب حاجه من عندي مثلا، بيعرض عليه مثلا صابون، ميه، برفان، فعشان كده الحاجات دي كلها دي اللي بتاثر على البلاتين اللي مطلي على الفضه، فلذلك البلاتين المده بالظبط بتاعت الطلا دي امتى. في حاجات من الطلا ده بيروح بعد 6 شهور، حاجات 10 شهور، حاجات 12 شهر، حاجات بقى سنة سنة ونص. ده زي ما قلت، أولا بيرجع للاستعمال، ثانيا بيرجع لمكان الطلا. المكان الطلا في مصر عندنا هنا مش قد كده، الطلا الأفضل الشغل اللي بيجيب من بره، الشغل اللي جاي من بلاد بره المستورد ده بيبقى مطلي أحسن وأفضل بكتير من الطلا عندنا في مصر، عشان كده بيفضل وقت فترة أطول. عشان كده دايما لما نشوف مثلا أي حاجة، مثلا عمولة أو أي حاجة هاند ميد عملناها وطلعناها بلاتين، مش بتقعد نفس المدة اللي بتقعد مثلا خاتم جاهز جاي من بره مستورد، ده بيقعد فترة أطول بكتير من التاني. ده لو حسب، لو طريقة استعمال واحدة نفس الطريقة دي هي الطريقة دي. عشان كده زي ما قلت لكم، طلع الشغل المستورد من بره بيبقى أفضل من طلع عندنا هنا في مصر. طيب ماشي، أولا وأخيرا عايز أقولها لكم برضو، إن أي معدن خلقه ربنا بيرجع لونه الطبيعي. يعني ايه؟ يعني كلمة فضة لونه فضي، المعدن بيبقى لونه فضي، بيرجع تاني برضو لونه فضي، حاجة طبيعية. زي الذهب، الذهب لونه ذهبي، الخواتم الذهب الأبيض الناس بتقولك عليها ده ذهب أبيض وكده، ده كل ده بيبقى خاتم ذهب مطلي بلاتين، ده برضو مع المدة ومع الاستعمال بتلاقي دبلته بدأت تصفر من ورا، بترجع لونها الطبيعي اللي هو الذهب. فعشان كده ده عامل مهم من عوامل ان البلاتين اللي بيروح. فكده يبقى قلنا سبب الطلب بلاتين اللي بيروح بسرعه،
هو العامل الاولاني طريقه الاستعمال، التاني عامل الطلا، مطلي فين، مطلي عندنا هنا في مصر ولا مطلي بره. العامل التالت اللي هو اي معدن خلقه ربنا بيرجع لون طبيعي، ودي حاجه اساسيه ان الفضه لونها فضه اصلا مش لون بلاتين، والذهب لونه ذهب، فاي معدن خلقه ربنا بيرجع لون طبيعي، دي حاجه اساسيه. ويا رب اكون افدتكم، ولو في اي حد عنده سؤال يكتبه في كومنت، ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا.